رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرتنا الأولى في برنامجنا قهوة الصباح وتسليط الضوء على مسابقة أفضل مراسل تلفزيوني. بنتعرف على تفاصيل هذه المسابقة وكذلك المعايير ونبارك للي حاز على المركز الأول في هذه المسابقة. في البداية خلونا نرحب بأحد أعضاء اللجنة التنظيمية فاطمة بنت مسلم الحتمانية. نقولك صباح الخير. صباح. هي عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة أفضل مراسل تلفزيوني، ونقول ألف ألف مبروك للمعز بن حمود الكلباني وهو الفائز بلقب أفضل مراسل تلفزيوني. نقولك صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا. طبعا هذه جائزته عشان تشوفونها على الهواء كذا. فاطمة، أول شيء أعطيني فكرة عن المسابقة. أهلا وسهلا فيكم اليوم. مسابقة أفضل مراسل تلفزيوني هي مسابقة ينظمها مجموعة من طلبة شعبة العلاقات العامة والإعلان، تركز على إبراز المواهب الشابة المتمكنة في مجال المراسلة التلفزيونية، فهي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال كونها تركز على المراسلة التلفزيونية. ممتاز، تخصصية نقدر نقول. في أعضاء لجنة التحكيم، من كان فريق لجنة التحكيم؟ كان فريق التحكيم الأستاذ أحمد الهوتي والدكتور سمير محمود أستاذ الصحافة والنشر قسم الإعلام، والدكتورة مهي ناز محسن أستاذة إذاعة التلفزيون أيضا بقسم الإعلام. احنا نقدم لهم تحية مع حفظ الألقاب للجميع. أنا قبل ما أنتقل للمعز، المعايير على أي أسس أنت يتم اختيار الفائز؟ في البداية ترى هي مراحل تمت في المسابقة، اختبار تحريري أخذنا منهم 25، بعدين المرحلة الأولى كان فيها معايير، المرحلة الثانية في تجارب أداء يقوم بها المتأهلين أمام لجنة التحكيم. على حسب كل مرحلة في معايير يعني محددة لكل مرحلة. ممتاز. الحين قلت أنا أخذ أرضية الموضوع بعدين أبدأ أطرح على الفائز. المعز يعطيك العافية وألف مبروك على الفوز. الله يبارك. كنت متوقع نتيجة؟ والله نوعا ما. كيف حضرت للمسابقة بما أنك كذلك تخصصك إذاعة وتلفزيون؟ هو أنا تخصصي إذاعة وتلفزيون. بداية أنا أول شيء أوجه الشكر لجميع طلبة القسم من أكاديميين وطلاب. النجاح هذا ليس نجاح فردي لي أنا فقط، وإنما نتيجة لتكاتف منا إحنا جميعا. بأمانة يعني بالتعاون بيني أنا وبين الزملاء في الشباب ما قصروا جميعا، أحدهم يعني كانوا ككادر مساعد لي في هذا العمل. الحمد لله كنت متبشر يعني بنتائج طيبة قبل تقييم، والحمد لله رب العالمين. إيش النص اللي حضرته أنت عشان تقدمه؟ هو كان تقرير تلفزيوني عديته عنه، تمنيت أني أجيبه هنا اليوم، ولكن إيش موضوعك كان؟ موضوعي كان الابتكار من أحد مبتكرين الشباب. حلو. كان الأول من نوعه في العالم. غطيته، حاولت أغطي جميع الجوانب فيه. ممتاز. وأتابع فيه جوانب الدعم المادي سواء من دائرة الابتكار ومجلس البحث العلمي بالجامعة، والحمد لله رب العالمين. كم مرة تدربت على النص قبل ما بأمانة يعني كان شغل، يعني العمل شوي أخذ منا وقت وأخذ منا جهد، وبمتابعة بعض المختصين كنت دائما أعيد أسجل وأعيد. لما أخلص مشتغل أحصل فيه خطأ لغوي أو فيه خطأ في شيء معين أو في نقطة معينة، فتحصلنا مرة ثانية نرجع يعني من أول شيء، ولكن كأول تجربة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. زين فاطمة، مثل هذه المسابقات على مستوى الجامعة ما شاء الله كثيرة، وكل جماعة أنا أعرفها تحاول بقدر إمكانها أن تكون فعاليتها تكون متميزة. إيش اللي يميزكم هذا العام؟ اللي ميزنا هذا العام هو موضوع المسابقة. يعني كانت في مسابقات في مثلا في المذيع، في الصحافة، في مختلف مجالات الإعلامية. مسابقات متعددة، لكن ما كانت في مسابقات تركز على المراسل التلفزيوني. وعلى إبرازه ويعني تكوين المراسل الناجح. فكان اسمها أفضل مراسل تلفزيوني. ممتاز. يعني احنا تشوفوا معنا هو التوب. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يعطيه العافية. فهذا هو اللي يميز المسابقة. تابعت مراسلين على مستوى القنوات كانت المحلية والعربية. أكيد. وتشرفنا كذلك بزيارة المراسل عبد العزيز السعيدي وبدر العجمي. نعم. كانوا معنا، قدموا لنا عدة ورش. حلو. خلال مراحل المسابقة المختلفة. نعم. أنت جربت الجانب التلفزيوني فقط؟ جربنا التلفزيون. ما حاولت تجرب الجانب الإذاعي؟ والله في الإذاعة احنا يعني في الجانب المراسلة. نعم. لحد الحين ما دخلت فيه. نعم. ولكن جانب تسجيلي في الإذاعة يعني دخلنا فيه شوية. زين، دائما أقول لك حتى في المراسلين في هناك عدة قنوات، يعني بمعنى أنه يكون في الخط الإخباري، في الخط الاجتماعي، في الخط المنوعات مثلا والبرامج العامة، أنت وين ميال للمميز؟ والله
هو طبعا جانب الخفايف شيء دائما ما يركز عليه الشباب الحين. نعم. فهو الجانب المرغوب اكثر حاليا. حلو. الجانب هو يعني نقدر نقول اللي يخص الشباب نشاطاتهم في كل المجالات. أكيد. زين اي سنه انت الحين تقريبا؟ في السنه الثالثه. السنه الثالثه ما شاء الله. وانت فاطمه؟ خمسة. علاقات عامة. هم إن شاء الله جايبين متحدث رسمي باسم هذه الفعالية وما شاء الله أحسنوا الاختيار. طموحك في المستقبل المميز، يعني هل حاب أنك تدخل في هذا المجال ولا هو مجرد إثبات وجود كطالب في مجال والله التخصص؟ والله أستاذ عبد الله لا حدود للطموح بداية، وخصوصا في الجانب الإعلامي. أنا كنت دائما أقول أن الجانب الإعلامي ما يلحد، الإعلام يوم عن يوم يتطور. حلو. ما يقف عند حد معين ابدا. يعني انا امس كنت مثلا بدايتي كانت صحافه، بعدها دخلت على اذاعه، خلال هالفتره دخلت على المراسله التلفزيونيه. نعم. ويعني احتمال ان ما حد يعلم انه في المستقبل يوم بيكون كذلك. ان شاء الله. فنحاول يعني ناخذ من كل بستان زهره. الله يوفقك. كلمه اخيره فاطمه تحب تقولونها؟ في الاخير طبعا اشكركم لاستضافتكم معنا، واشكر يعني هذه المسابقه يعني نجاحها ما وصل، يعني كان في هناك فريق داعم، في رعاه اقدر يعني اذا ممكن اوجه لهم تحيه. كانت معنا عضوه المجلس البلدي الفاضل الشيمان الرئيسيه، ووزاره الاعلام، وهيئه الاذاعه والتلفزيون، وفي المصمم طارق الزجالي. نعم. وهذه أبرز اللي كانوا معنا في الرعاية، وأيضا لا أنسى اللي هي جريدة الشبيبة كانت من البداية إلى الآن وهي تغطي هذه الفعاليات صحفيا. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. فاطمة وموفق إن شاء الله المعز، وألف مبروك كذلك على الجائزة. أنا بأخذها معي. ها إن شاء الله. ألف مبروك إن شاء الله. وأتمنى لك إن شاء الله دوام التوفيق، وإن شاء الله بعد التخرج ليش لا تكون منضم إلى فريق تلفزيون أو الإذاعة. حياك الله يا مرحبا فيك. وفق يا فاطمة، وفق يا المعز. وإحنا بنأخذ فاصل قصير وبنرجع مع فقرات برنامج قهوة الصباح.